أما هلأ سلمى وصلنا لمساحتنا الطبية، خلونا نتعرف على موضوعنا الطبي لليوم بالمادة التالية. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 12 مليون مصاب، ووفقاً للإحصائيات العالمية فإن عدد الوفيات الناجمة عن المرض تجاوزت 550 ألف، في المقابل تعافى أكثر من 6,900,000. دراسات وبحوث كثيرة لا تزال تتابع تطور فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بفترة الحضانة وبقائه على الأسطح، والأهم هل من علاج؟ المعلومات وأبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد رح نعرف أكثر مع الدكتور نبوغ العوة، عميد كلية الطب البشري واختصاصي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة. نور، مثل ما تابعنا بالتقرير، اليوم رح نحكي عن المستجدات حول فيروس كورونا المستجد مع ضيفنا الدكتور نبوغ العوة، عميد كلية الطب البشري واختصاصي أنف أذن وحنجرة. ورح نبدأ أكيد مع حضرتك دكتور من آخر تصريحات لإلك حول هذا الموضوع، صرحت عن معلومات جديدة تظهر معكم طبيا عن فيروس كورونا بما يخص فترة الحضانة بقائه على الأسطح، فخلينا نبدأ مع حضرتك بالمعلومات. صباح الخير. طبعا هذا الفيروس هم العالم كله، وهو متحول الحياة، عم يغير حاله وعم يصير أشرس. منظمة الصحة العالمية هلأ عم تأكد أنه فيه هجمة ارتدادية رح تأخذ ذروتها من هون لشهر إيلول، والحقيقة كانت مدة الحضانة حوالي 12 يوم 13 يوم، هلأ صارت عم نشوف الأعراض بخلال 3-4 أيام 5 أيام، فعم تظهر بسرعة الأعراض وعم تكون أعراض واضحة، بتتجلى لحرارة عالية فوق 38 أو 38 وما بعد، بنلاقي في سعال جاف، هي نقطة مهمة من السعال جاف، أحيانا بنلاقي في فقدان للشم، ما عاد يقدر يشم ويميز الروائح أبدا، وبعدين بتيجي بقى السعال الجاف، وبعدها بيجي مشاكل الصدرية. هلا الشيء الاضافي كما لقوا انه بعض الحالات صار فيها اصابات وعائيه تخثريه، يعني صار سبب الوفاه عباره عن خثره او جلطه ضمن الاوعيه، وبالتالي هي سبب الوفاه وليس انسداد الرئه مثلا. فكمان صرحوا انه لازم ناخذ لبعض الناس اللي عندهم احتمال يصير عندهم هالخثرات الدمويه، انه من ضمن العلاج نعطيهم مميعات دمويه كالاسبرين كوقاية انه ما يصير عنده تجلط دموي او تخثر دموي، وبالتالي يؤدي هذا الى الى وفاته سريعا. هلا كانوا اول يقولوا يمتد على الاسطح بضل 10 ساعات، الحقيقه ثبت انه ما بيقعد على الاسطح اكثر من 4-5 دقائق، وبالتالي يعني العدوى الحقيقه مو عن طريق الاسطح ولا عن طريق باب السياره او باب الشباك او شيء، هي الاكثر عدوى هو عن طريق الغازات اللي انا وقت بسعل او بعطس قدام المجموعه هذا بينتشر بالهواء وبيضل فتره بالهواء. يعني حتى لو لمست شيء انا من هذا، هلا لمستي خلال 5 دقائق، اذا اجيت عطست فوق الطاوله اي 5 دقائق بتلاشى تمام، اما انا اذا عطست قدامك رح يضل بالهواء لمده طويله، ممكن انت تنعدي، راحت وحده اجت وحده ثانيه ممكن تنعدى، هذا اخطر، هذا اخطر وما بتقدر تحديه. هلا الطاوله بتمسحيها، اما هون شو بدك تمسح الهواء؟ طبعا ما بتقدر. فهلا جديدا انه هو العدوى الاساسيه عن طريق الارذاذ، سواء عن طريق السعال الجاف او اذا عطست وعطسه او عطستين، فاذا صار انتشاره اسرع، مخيف اكثر الى اخره. فهي المعلومات حتى من ناحيه العلاجيه الدوائيه، بلشنا انه من جامعه مرسيليا بفرنسا قالوا لنا انه لازم نعطي الدواء مضاد للملاريا مع انتي بايوتيك من زمره الازيتروميسين، طبقوه عندهم وفات البدايه لبعض الحالات وعطى نتائج جيده بتسريع العلاج او الشفاء. جربناه نحن عندنا طبعا لبعض الحالات بالبدايه كمان اعطى نتائج، هلا رجعوا قالوا ما عاد يفيد، ومضاد الملاريا له بعض الاضطرابات او بعض التأثيرات. هذا سببه تطور الفيروس تماما، يعني هيدا سببه تطور الفيروس، متحول المستجد متحول عم يطور حاله، هذا اخر اللقاح. يعني هلا عده مخابر بكل انحاء العالم عملوا محاولات عده لانتاج لقاح، كل ما بيصلوا لمرحله بتكون ضعيفه، لازم مستوى اللقاح يكون 80% وما فوق فعاليته لحتى نعتبره انه هذا قد يفيدنا في الموضوع. هلا حاليا في جامعة أكسفورد اللي هي بإنجلترا، هي من الجامعات العريقة المعروفة طبعا على كل أنحاء العالم، وصلوا للقاح، تجاوز المرحلة الثالثة، يعني من التجارب تبع المرحلة الثالثة قبل الأخيرة، ووصل ل 80%. لفت الأنظار أنه هدول قد يكون الفارس
اللي راح يجي ينقذنا من هذا البعبع اللي هو فيروس كورونا. فالحقيقة نحن عم ننتظر انه راح يعملوا تجربة أخيرة عليه، إذا أعطت نتيجتها المنيحة ولحقوا قبل ما يغير الأفندي تركيبته فممكن يطرحها للأسواق وبالتالي نستفيد منه كالبشرية. فنتمنى ذلك. طيب دكتور، مثل ما قلنا هو فيروس مستجد متحول بشكل كتير كبير، في تصريحات دائما لوزارة عفوا لمنظمة الصحة العالمية ودراسات دائما بعد فترة تصريحات أخرى ودراسات بتلغي السابق. خلينا نحكي، يعني دائما كانوا يقولوا لنا بالبداية أنه اللي مناعته قوية نوعا ما، اللي ملتزم بالإجراءات ممكن يتعرض لهذا الفيروس وما يقضي عليه، هو يقضي على هيدا الفيروس. خلينا نشدد على هاي النقطة قديش مهمة. يعني نحن عم نشوف مثلا بآخر إحصائيات عم نشوف فينا حالة الوفيات بنسبة كتير عالية لكبار السن، لبعض الحالات اللي عندهم أمراض ما عندهم مناعة قوية. لما أنا أكون أخذ جميع إجراءاتي يعني وتكون مناعتي قوية، عم حافظ على سلامة جسدي وعم ملتزم بالمقويات والفيتامينات، قديش فعليا فيني قاوم هذا الفيروس؟ هلا الحقيقة هو عبارة عن نوع من أنواع الرشح، إنفلونزا خلينا نسميه، الرشح العادي قليل يصيب الرئة، ما هذا الإنفلونزا بتصيب دور الرئة، فهو له علاقة قطعا بالمناعة، وعلاجه ما له علاج ناجح إلى الآن، وعلاجه فيروسي، يعني إلى الآن ما موجد له، كأنه عم نعالج رشح عادي. فالحقيقة كل ما نحن دائما عم نعتمد على مناعة الإنسان وعلى وعيه الصحي والتزامه بالقواعد الصحية. فكل ما كانت مناعته قوية، ما عنده أمراض مثل ما تفضلت داء سكري أو أمراض وعائية أو تصلب شرايين أو ارتفاع كوليسترول أو أخذ أدوية كثيرة مثلا كيميائية لعلاج أورام معينة عنده، فمناعته منيحة، هذا لو تعرض للفيروس رح تجي الأعراض أخف ويشفى بسرعة، وشفائه بيكون مجرد مضادات خافت حرارة، مضادات سعلي، فيتامين سي وفيتامين بي كومبلكس مع المضمضة، يعني فينا نقول مع السيروم والمضمضة لأنه الجهاز التنفسي مثلا بشكل ما كتير بتقدم متأخر، قالوا إنه ما يسخن إذا حط لتمه ومضمض، الحقيقة ما كتير بتقتل الفيروس يعني، وقالوا إنه الحرارة عالية بتقتل، الحقيقة لا ليكو. هلا نحن بشهر تموز آخذ ارتداد جديد، ومو بس عنا بالسعودية والخليج اللي حرارتهم أعلى بكل أنحاء العالم، فإذا يقاوم الحرارة يقاوم البرد شرس بكل معنى الكلمة. فإذا نحن بنعتمد على وعي الإنسان أو المواطن، أنا بتوجه من هون للمواطنين إنه رجاء غسلوا إيديكم قبل كل طعام وبعدوا بين بعضهم البعض، يعني هذا العناق والمحبة بالأسواق والمحلات والمطاعم، يا أخي بلاها لا تحبوا بعض هلا، خلوها لبعدين. وموضوع مثلا الدخان أو الأراجيل، الحمد لله إنه حديت هلا الدولة مشكورة إنه ما سمحت فيها، لأنه هي وسيلة من الوسائل الجيدة لهي، لأنه مو بس من البربيش، أنا عم بنفس الدخنة وعم يطلع مع الفيروسات اللي عندي، فاللي قاعد قدامي أكيد رح يستنشق مع الدخان رح يستنشق الفيروس، فإذا كان هو حامل للفيروس له أو لغير فيروسات رح ياخذها. فلذلك نحن بنعتمد على الوعي الصحي بالدرجة الأولى، التباعد وهذه الشروط الأساسية. ثاني شيء بنعتمد على مقاومة الإنسان، بفضل أن نحن نأخذ كل يوم حبة قرص فوار فيتامين سي، هلأ ما عاد في كتير حمضيات، وزائد فيتامين بي كومبلكس، ونحاول تماما أن نغسل إيدينا، ما نكون في تلاحم بالمحلات، فهذا أنا بتصور إن شاء الله بنقدر نتجاوز هالفترة. أكيد دكتور، كمان يعني بهذا الوقت وانتشار الجائحة عالميا، كثير من الدول راحت صوب عودة الحياة مجبرة، كانت أو مانا راغبة بهذا الموضوع هي مجبرة على عودة الحياة إلى، واتخذوا مبدأ اسمه مناعة القطيع. شو رأي حضرتك بهذا الموضوع وما صحت هي هذا النوع من المناعة كما سموه؟ هلا هي مناعة القطيع الحقيقة ما بتنطبع عليهم، لأنه ما ثبت علميا انه انا اذا اصبت بالفيروس ما اتصاب مره ثانيه ابدا بحياتي، فلذلك هي الموضوع ما كثير صح، يعني ثبت انه انا لو انصبت اليوم بالفيروس باعتباره عم يغير حاله رح ارجع انصاب بعد شهر. هذا شيء دليل بالصين وباليابان اللي تماما اعادوا تصريح عادوا نفس الشيء، فهي مناعه القطيع طلعوها بانجلترا انه ما بيعمل حظر كامل، انه يلا كلياتكم تمرضوا، كلياتكم اللي قوي بيضل واللي مو قوي بيروح بين الطريق. فالحقيقة ما أنا مالي مع مناعة القطيع، هي المناعة بتصير معنا إذا عملنا اللقاح، وقت ناخذ لقاح مثل أي لقاح ضد الفيروسات المختلفة الحصبة والحميرة وسعال الديكي وما إلى ذلك، وقتها بصير أنا عندي لقاح ضد هالشيء هذا، أما عدا عن ذلك ما في شيء اسمه مناعة قطيع، ولابد من عودة الحياة، لأنه العالم كله سكر، الحقيقة اقتصادية أزمات اقتصادية عالمية صار أزمات، حتى الدول الغنية كثير تأثرت، فما بالك نحن طالعين من حرب 9 سنين طاحنة، وجانا الحصار الاقتصادي وهذا قيصر أفندي اللي هلكنا، يعني قانون جائر 100%، ورغم هيك نحن متحملين كل هالضغوط.
الحمد لله لساتنا واقفين على مثل ما بيقولوا بالخطوط الاولى، بس يعني هذا لا يمنع انه ما فينا عوده للحظر بتصور، لانه ما راح يفيد لانه انتشر. يعني انا شلون بدي احظر وانتشر؟ واشرت لنقطة كثير مهمة دكتور، ضمن الامكانيات الموجودة نحن عم نحاول نكون واقفين على رجلينا، دول عظمى ما قدرت توقف بوجه هذا الفيروس ضمن الامكانيات، ان كان من خلال الاجراءات الاحترازية اللي عم تاخذها وزارة الصحة من خلال الحجر المنزلي او الحجر الصحي، الاماكن التابعة لوزارة الصحة ضمن امكانياتنا الموجودة اليوم. اليوم خلينا نحكي مثل ما قلنا، هذا الفيروس مستجد بشكل كثير كبير ومتطور. لكل الناس اللي عم تتابعنا، بعض الاجراءات الوقائية، وقلت انت كلمه كثير مهمه رجاء لكل الناس، انه هيدا الفيروس ما انتهى، الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازيه، حفاظ صحه عيلتك، على صحه كل محبينك، لانه هيدا الاجراء مثلا عطسه واحده ممكن تؤدي بحياه 50 واحد من حواليك، فحرام. خلينا بعض، يمكن لو عم نكرر بشكل يومي ولازم نقول الوعي هو اساس، بس بعض الاجراءات الالتزام فيها كمان هي اساس صحي. لابد من، يعني حكيتي قسم منيح من اللي انا بدي احكيه، لازم الوعي الصحي يكون، وضروري نقتنع انه العالم عم يقول لك انه ايه شو عليه، اللي بيجي من الله منيح، ما اختلفنا بيجي من الله منيح، بس لازم ننتبه نحن، يعني الله ما بيقول لك زبط حالك قدام القطار واللي بيجي من الله منيح، لا. فنحن الترتيب انه لازم ننتبه له، انه نتاكد انه في فيروس، ونتاكد انه خطر، ونتاكد انه شرس، ونتاكد انه هذا قد يؤدي الى الوفاه. واكثر من شيء انه هذا بينتشر بشكل متوالي هندسي، يعني انا مرضت راح اعدي اخي راح يعدي رفقاته، فزاد يعني الاثنين صاروا اربعه، الاربعه 8 8 16 16 2 3، يعني مو واحد واحد. لو واحد بيمرض لحاله يصطفي، مستهتر بحاله مستهتر، بس انا عم بستهتر بصحتي بصحه المواطنين كلها. فارجو برجع بكرر، الرجاء من الناس، احبائنا، طلابنا، الناس العاديين، انه يا اخي خذ الامر بجديه، حاجه هذا، وحافظ على صحه الاخرين. يعني اذا صحتك انت بدك تنتحر، انتحر لحالك، بس مو تعدي العالم ينتحر يموتوا معك بسببك. فارجو تماما التباعد الاجتماعي. اثنين، هذا موضوع التقبيل وهذا بلاء. ثلاثه، تغسيل الايدين منيح قبل ما نتناول اي طعام، ما نحط ايدنا ملوثه على وشنا او على انفنا او فمنا. ضروري ننتبه، نعمل لجم ذاتي انه انا كتله ملوثه لازم اغسل قبل ما اعمل اي شيء. يعني هذا اللي بياكل من سندويش فلان بيشرب نفس الكاسه، هذا بلاها. هالعادات القديمه الودوده اللي كانت عنا خليها تكون لا ودوده بالوقت الراهن، خلينا نطلع، لانه هو شرس. امكانياتنا ضمن امكانيات الدول العالميه تعتبر ضعيفه، امكانياتنا الصحيه لا تقارن امكانيات اوروبا او امكانيات امريكا، فما عندنا قدره انه، ورغم اني اعلنوا افلاسهم الطبي انه تعبوا، فنحن ما بالك طالعين من حرب وطالعين من حصار اقتصادي. فارجو العالم انه يلتزم، بتمنى الكل. اكيد، يعني معلومات دائما بتعطينا اياها، معلومات قيمه ومهمه. الدكتور نبوغ العوا، عميد كليه الطب البشري واختصاصي في الانف والاذن والحنجره، بدنا نتشكر وجودك، ونتمنى هالرساله اكيد اللي حضرتك حكيتها اليوم توصل لكل الناس، ويكون عن جد في عنا هي درجه الوعي لنحمي حالنا ونحمي احبابنا. شكرا لكم. نشكرك اكيد دكتور على وجودك معنا، والمعلومات اللي بتقدم لنا اياها بطريقه هيك جميله وسلسه لتقدر كل الناس توصل لهي الفكره. شكرا كثير لك. شكرا لجهودك.